أي دولة في العالم بتقدم منها تحديات. التحديات دي طالما أن شعبها واعي ليها ومستعد أنه يتكاتف مع قيادته أنه يواجهها ويتجاوزها، ممكن يتجاوزها. خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يؤكد أن تكاتف الشعب ووحدته هو الضمان الرئيسي لمواجهة التحديات. عشية استئناف حملته الانتخابية، ترامب يؤكد اكتسابه مناعة ضد كوفيد-19. تبادل اتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن مواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة على شاشة قناة النيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الوعي في الحفاظ على الدولة المصرية، ولفت في مداخلة خلال الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة لأن الحروب بأشكالها المختلفة سواء مباشرة أو من خلال أجيالها الجديدة هي التي تعرقل مسيرة التنمية والتقدم، وأضاف أن تكاتف الشعب ووحدته هو الضمانة الرئيسية لمواجهة هذه التحديات. لا تزال انتصارات أكتوبر المجيدة معينا لا ينضب من الدروس والعبر، ولا تزال تضحيات المقاتل المصري شاهدة على إصرار وعزيمة هذه الأمة على التحرر من كل القيود والانطلاق نحو البناء والتنمية. وتزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 47 لهذه الانتصارات، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة، والتي قدم خلالها التحية لرجالها للتضحيات والجهود المبذولة في مواجهة الإرهاب والإسهام في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. أنا بوجه للجيش كل التحية وكل التقدير، وأقول الجيش في 67 تحمل الألم واجتهد وبذل جهد كبير جدا وقدم دماء وشهداء وحقق بفضل الله سبحانه وتعالى نصر. ودلوقتي الجيش في الفترة اللي احنا موجودين فيها ديت بيبذل جهد كبير جدا في محورين متوازيين، مواجهة العدائيات اللي ممكن تقابلنا على كافة الاتجاهات بتاعتنا للإرهاب وغيره، ثم كمان بيساهم مع الدولة في أنه هو يبقى زي ما قلت قبل كده ذراع تساهم في التنمية. الرئيس السيسي أعاد التأكيد على أهمية بناء الوعي لدى المواطن للحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. القضية اللي موجودة لنا الآن منها ودايما بشاور عليها ودايما بأكد عليها معنا هو أن احنا نحافظ على بلدنا، لأن إذا كانت قبل كده كانت الحروب والمواجهات اللي بتتم لإسقاط الدولة أو هزيمتها وعرقلة تقدمها كانت حروب مباشرة زي ما أنتوا بتشوفوا كده بشكل أو بآخر، دلوقتي بقى قلنا أن في أجيال جديدة من الحروب. الأجيال دي بتتعامل مع قضايانا اللي موجودة وتحدياتنا اللي موجودة وبيعيد تصديرها للرأي العام في مصر عشان يخلي الرأي العام هو أداة التدمير. وأكد الرئيس أن تكاتف الشعب هو الضمانة الأساسية للحفاظ على الدولة ومواجهة كل التحديات، مشددا أنه لا يمكن هزيمة مصر من الخارج. احنا بنبني ونعمر، مش رايحين نحارب ونقتل ونخرب، احنا بنبني وعايزين نصلح للناس، فلازم ربنا هيساعدنا. لكن مهم قوي ان احنا كناس كشعب كرأي عام يبقى منتبه للحرب، الحرب اللي بتتم ادارتها ضدك. محدش هيقدر ياخدكم ولا يهزمكم ابدا بحرب من بره. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تحقق من إنجازات على كافة الأصعدة خلال 6 سنوات الأخيرة لم يكن ليتحقق خلال 20 عاما، مؤكدا أنه لا يمكن التصالح مع من يسعى إلى تخريب وتقويض الوطن وزعزعة استقراره. قسما بالله
اللي ما تحقق في الست سنين أو السبع سنين اللي فاتوا دول يساوي عمل 20 سنة، 20 سنة في كل شيء. أنا بحلب بالله. طب لسه تاني؟ لسه كمان 50 سنة شغل. طب نقدر نعملهم في 6 سنين يا دكتور مصطفى؟ ربنا يعيننا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال كلمته أن نصر أكتوبر يمثل نقطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث نحو البناء والتنمية، مستعرضا التحديات والعقبات التي واجهت مصر خلال العقود الأخيرة سياسيا واقتصاديا. نصر أكتوبر المجيد، والذي يمثل في تاريخ مصر نقطة تحول جذرية نحو التقدم والنماء لمصر، ودائما في هذه المناسبات التاريخية بتبقى لدينا الفرصة أن نجلس سويا ونحن نراجع مع بعض ونسترجع أهم الأحداث التي مرت بها هذه الأمة، وده بيبقى شيء مهم جدا لكي نعرف كيف كانت مصر وأين هي حاليا وما هي الرؤية المستقبلية لهذه الدولة العظيمة. الندوة التثقيفية استعرضت إنجازات انتصارات أكتوبر على عدة محاور والدور الهام الذي قام به الشعب المصري بمختلف أطيافه، وأكدت مداخلات المتحدثين على أن الوعي السليم هو حائط الصد ضد الإشاعات التي تهدف إلى تقويض إنجازات الدولة. ولعلي كنت محظوظا أنني عشت هذه الأيام المباركات ورأيت كيف أن الأمة بأسرها كان لديها وعي كامل بوجوب تنحية الخلافات وبوجوب تأجيل المشاكل وبوجوب العمل والإنتاج وبوجوب الربط على البطون وبوجوب تحمل المشاق. سطرت المرأة المصرية عبر التاريخ ملحمة في عشق تراب مصر وتضحيات نسجت تاريخ أمة، شاركت في جميع مراحل النضال ضد العدو سواء كان احتلالاً أو عدواناً أو حكم جماعة أو إرهاب غاشم لا دين له. فقد شهدت العلاقات الدولية خلال تلك الفترة استقطاباً حاداً فيما يتعلق بالانضمام إلى أحد المعسكرين، وهنا نشأت الصعوبة التي تواجه الدبلوماسية المصرية، وكان من الضروري التحرك بتوازن دقيق لتقليص مخاطر سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق وتأثير ذلك على توازن القوة بالمنطقة. أبرز الدروس المستفادة من أعمال قتال وحدات الصاعقة، أفرزت أعمال قتال وحدات الصاعقة مبدأً غاية في الأهمية، وهو ضرورة عدم فقد الاتصال المباشر بالعدو في جميع الأحوال مع القيام بأعمال قتال نشطة حتى يفقد اتزانه تعبه. وشهدت الندوة تكريم الرئيس السيسي لأبطال مسلسل الاختيار بوصفه عملا دراميا وطنيا يوثق لبطولات أبطال الجيش المصري في مواجهة الإرهاب. أنتم قدمتوا الصورة الحقيقية ليهم، صدقوني أنتم قدمتوا صورة حقيقية ليهم. علاء رشوان، النيل. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، أهم ما استوقفك بالندوة التثقيفية اليوم وأهم الرسائل التي يعني أطلقها الرئيس السيسي خلال كلماته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي حضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلاً. خلينا نقول أن يمكن تأتى الرئيس كان بيأكد بشكل كبير على حجم الإنجازات اللي اتحققت خلال السنوات القليلة الماضية، واللي أكيد المواطن بوعي ووطنيته كان عامل رئيسي في تحقيق هذه الإنجازات، وإزاي إن في نفس الوقت بالرغم من الزيادة اللي بتحصل في الموازنة العامة للدولة اللي وصلت لما يكون من حوالي 2 تريليون جنيه، لكن إحنا بنحتاجين أكتر من كده علشان نستمر في الإنجازات و تنفيذ كافة متطلبات الشعب المصري، لكن في نفس الوقت عندنا تحديات أبرزها الزيادة السكانية اللي تعتبر يمكن عامل صعب جدا بيأثر بشكل واضح على الزيادات اللي بتحدث في الناتج المحلي الإجمالي واللي بتحدث على مستوى
الموازنة العامة للدولة. وفي نفس الوقت يمكن سيادة الرئيس كان بيأكد على الإشاعات وعلى كثير من المحاولات اللي بتحاول إن هي تهز الثقة ما بين المواطن وبين الخطوات اللي الدولة بتقوم بيها، وإزاي إن كل المحاولات دي الغلط منها هزم الدولة، لكن الدولة الحمد لله مستمرة ومنتهى القوة ومنتهى الإصرار لاستكمال كافة المشروعات والإنجازات اللي بتقوم بيها. ويمكن برضو سيادة الرئيس أشار لقطاعين مهمين جدا لكل المواطنين، وهما قطاعي التعليم والصحة، وإزاي إن الدولة بتستمر بجهود واضحة جدا على القطاعين دولت، وإزاي إن هي بتحاول إن هي تطور منهم بشكل مستمر للوصول طبعا لأفضل استثمار لرأس المال البشري. وبالتالي هي كانت رسائل مهمة جدا لكافة المواطنين وأيضا للمتابعين للشهد المصري من الخارج. وفي نفس الوقت هي رسائل بتؤكد على استمرار الدولة في تنفيذ كافة الخطط التنموية الخاصة. نعم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. تواصل المراكز الطبية بمحافظات الجمهورية استقبال المواطنين فوق سن الأربعين لعمل الفحص الطبي لهم وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة لاكتشاف الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي تنتهي أواخر شهر ديسمبر. 1,700,000 مواطن تم عمل المسح الطبي لهم للاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن الأربعين. تم إحالة ما يقرب من نصف مليون مواطن لتلقي العلاج من خلال كارت المتابعة بالمستشفيات المتخصصة. ما يثبت أن ضغط لو كان اكتشف بالصدفة، لو له تأمين صحي بيوجه للتأمين الصحي، لو ملوش تأمين صحي بيوجه بيتم عمل فوري قرار دفع الدولة، بيتم علاجه تبع مستشفيات الحكومة المركزية، مستشفى المتغمض المركزي أو أحد المستشفيات المركزية، بيتم علاجه وعمل الفحوصات اللازمة له وتسليم علاج بصفة دورية وشهرية. عندنا مستهدف المتغمر وتوابعها الكرة بتاعتها حوالي 182,000. حققنا دلوقتي من بداية المبادرة إلى الآن 66% ب 120,000. المبادرة بتستهدف الفئة العمرية زي ما قلنا فوق 40 سنة، بنقيس الضغط والوزن والسكر، لو اكتشفنا أي حالة من الحالات دي بتتحول لأقرب عيادة أمراض مزمنة وبيتم متابعتها، بالإضافة اللي احنا بنتابع الحالات المكتشفة من المبادرات السابقة.
المبادرة تتضمن برامج توعوية وتثقيفية في كيفية مواجهة المواطنين تلك الأمراض وسط إجراءات احترازية ووقائية بين المواطنين كافة. بنعمل لجنات تثقيفية للناس كلها وتوعية، بننده في المساجد، بنوعي الناس. الممرضات عندي شغالين في أي مكان، مجرد ما بنلاقي أي تجمع لأي ناس في المستشفى بنخلي التمريض يعمل لجنة تثقيف لهم، أو الدكاترة عندي أسنان صيادلة كله في مجاله. كل مريض بيخش العيادة لوحده له المستلزمات مكافحة العدوى الخاصة بيه، جوانتي لوحده، وكل مريض بيخش بالماسك بتاعه، ما بين بياخد خدمات المقدمة بالتحليل سكر، ضغط، طول الوزن، بنطلع له السمنة. بنقوم بالتوعية على إن التغذية السليمة لمرضى السكر، ان هم يحافظوا على انهم دايما يقيسوا السكر والضغط بتاعهم ويتابعوه، بحيث ان هو سبب اساسي مرضى السكر والضغط في انهم يبقوا اصابه او عرضه للاصابه بمرض كورونا. قبول واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصيه وعلاجيه طوال المبادره. جينا عملنا طبعا تحليل الضغط والسكر، في اهتمام بالغ بالمواطنين واهتمام غير عادي صراحه بكل المترددين على المركز. كفايه ان هي ما بتكلفناش اي حاجه ومبادره كويسه. الاكتشاف المبكر للامراض غير الساريه كالضغط والسكر والفشل الكلوي واحده من التحديات التي حرصت الدوله على مواجهتها بشكل واقعي لخلق جيل امن من تلك الامراض. محمد حلمي، النيل. تحتضن القاهرة على مدار يومين فعاليات الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي لمناقشة دور شركات التأمين في التعامل مع فيروس كورونا. وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا بالتعاون بين الحكومة وقطاع التأمين الطبي. بمشاركة نخبة متميزة من خبراء التأمين في مصر والوطن العربي وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلقت فعاليات الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي طرح التعاون بين الدولة ممثلة في وزارتين المالية والصحة وقطاع التأمين الطبي، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد. فإلى أي مدى نجحت شركات التأمين في التعامل مع جائحة كورونا؟ دورنا في قطاع التأمين الطبي خلال جائحة كورونا، احنا كشركات تأمين عندنا شركات تأمين اللي كان عندها تغطيات صريحة انها بتغطي في وثائق التأمين الطبي بتاعتها الأوبئة، قامت بتغطية العملاء بتاعتها بالكامل. الشركات اللي ما كانش عندها تغطيات صريحة وكان عندها محفظة كبيرة في التأمين الطبي قررت انها كمان تغطي العملاء بتوعها. دول 79% من السوق، يعني 79% من السوق غطوا، ال 21% التانيين دول غطوا بالظبط المسحة او الكشف اللي بيتعمل، ولو حد ثبت ان هو عنده كورونا كان بيدفعوا تكلفة هذه المسحة. فشركات التأمين قامت بالدور بتاعها. طبعا من ناحية تانية الحقيقة شركات التأمين قامت بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تقسيط الاقساط بتاعة العملاء، وخاصة العملاء الفرديين او الشركات اللي عندها مشاكل لمدة تصل 6 شهور. الاتحاد العربي لشركات التأمين أشاد بالتجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا، وطلب بتطبيق التأمين متناهي الصغر لخدمة شريحة عريضة من المواطنين في الوطن العربي. التأمين المتناهي الصغر يتميز بكونه أنه يتجه لأكبر عدد من الناس، يتميز بكونه أنه أسعاره مقبولة جدا وتغطياته مبسطة، وهذا شيء مهم جدا وضروري. تعاوننا جدا مع الشركات لي عشان نعدي أزمة كورونا، فكانت الهيئة خدت قرار بالتنسيق مع شركات التأمين إن أجلت سداد الأقساط لشهر الحياة فترة معينة. كل وثائق التأمين اللي كانت بتنتهي كنا بنسمح خلال قبل فترة سريانها وخلال بعديها خلال 30 يوم لصاحب المؤمن عليه إن يجددها بدون لا مصاريف ولا غرامات موجودة فيها. في الوقت الذي فرضت فيه جائحة كورونا تحديات كبيرة على شركات التأمين ومدى التزام تلك الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الأعداد الكبيرة، فإن التحدي الأكبر هو استحداث التأمين متناهي الصغر للوصول للفئات التي لا تستطيع تسديد تكلفة التأمين الكبيرة. لمياء موافي، النيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه باتت لديه مناعة ضد فيروس كورونا وأنه لا يمثل خطرا فيما يتعلق بانتقال الفيروس.
أضاف ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز عبر الهاتف أن الفحوص أظهرت أنه سيكون بمقدوره العودة إلى الحملة الانتخابية من دون تشكيل خطورة على الآخرين. وكان الطبيب الرئيس الأمريكي أكد أمس أن ترامب لا يمثل خطرا فيما يتعلق بنقل العودة، لكنه لم يذكر ما إذا كانت نتائج فحوصه الأخيرة سلبية أم لا. وتحدث ترامب أمس أمام مؤيدين له في البيت الأبيض بدون كمامة، ومن المقرر أن يعاود جولاته الانتخابية غدا الاثنين. أعلنت الداخلية اللبنانية فرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة لمدة أسبوع، من بينها العشرات التي كانت أقفلت تماما لثمانية أيام لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل معدلات قياسية في الأسابيع الماضية. وقررت السلطات اللبنانية أيضا إقفال الحانات والملاهي الليلية في كامل البلاد حتى إشعار آخر، مع تعذر فرض إغلاق عام في البلاد التي تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية. وبلغ عدد الإصابات حتى السبت 52,558 حالة، من بينها 455 وفاة. وكانت السلطات اللبنانية فرضت في الرابع من الشهر الحالي إغلاقا كاملا لثمانية أيام على 111 قرية وبلدة. أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 7 ملايين حالة. وفي الوقت ذاته كوريا الجنوبية اليوم قالت إنها ستبدأ تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدءا من الاثنين، إذ ستسمح بفتح منشآت الترفيه الليلية وعودة الفعاليات الرياضية في ظل تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية. بدون معايير واضحة يواصل فيروس كورونا تفشيه في عدد من الدول، بينما ينحصر في دول أخرى مع تجاوز عدد الإصابات جراء الفيروس 37 مليونا على مستوى العالم، بينما اقترب عدد الوفيات من 1,070,000. وزارة الصحة الهندية أعلنت أن عدد الإصابات بكوفيد 19 تجاوز 7 ملايين بعد تسجيل أكثر من 74,000 إصابة جديدة في يوم واحد رغم انحصار الوباء في ولايات غربية، كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بأكثر من 900 حالة خلال 24 ساعة الماضية. وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي تقترب من حاجز 8 ملايين حالة إصابة. روسيا أيضا شهدت زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة، حيث ارتفع عدد الإصابات فيها بأكثر من 13,600 حالة يوميا، وهي زيادة قياسية جديدة منذ بدء الجائحة، ليقفز بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1,298,000، لتصبح روسيا صاحبة المركز الرابع عالميا في عدد الإصابات منذ بداية الجائحة. في المقابل أعلنت كوريا الجنوبية بدء تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الاثنين المقبل، لتسمح بفتح منشآت الترفيه الليلية وعودة الفعاليات الرياضية في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن الحكومة أوضحت أن بعض القواعد المشددة ستستمر في منطقة سول المكتظة بالسكان وأماكن تزيد فيها مخاطر انتقال العدوى بين المواطنين. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن التركي المالكي تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية. وأوضح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقت بهدف استهداف الأعيان والمدنيين بمدينة نجران. أعلنت الخارجية الأدارية مقتل 7 أشخاص في قصف استهدف مدينة غانجا ثاني مدن أذربيجان رغم الهدنة الإنسانية التي دخلت أمس حيز التنفيذ، ذلك في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. ووصلت أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في هذا الإقليم. ضغوط شديدة تتعرض لها الهدنة الإنسانية في إقليم ناغورنو كاراباخ بعد يوم من الاتفاق عليها، إثر تبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم بحق المدنيين. وزارة الدفاع الأذرية قالت إنها نفذت غارات جوية على أهداف عسكرية أرمينية، كما أصدرت بيانا زعمت فيه أنها منعت هجوما للقوات المسلحة الأرمينية على محافظة حضرموت ومنطقة جبرائيل. واتهمت باكو القوات الأرمينية بشن قصف على مدينة كنجا ثاني مدن البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
في المقابل نفت يريفان هذه المزاعم واتهمت باكو بمواصلة غاراتها الجوية على ستيبانا كيرت عاصمة الإقليم المتنازع عليها واستهداف المناطق السكنية. ووصل الجانبان تبادل الاتهامات بشأن تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء أسوأ أعمال عدائية في المنطقة الانفصالية منذ أكثر من ربع قرن. الهدنة الهشة دخلت حيز التنفيذ ظهر السبت بعد مفاوضات ماراثونية في موسكو لوضع حد للعنف والقصف والتمهيد لتعزيز فرص الحل السياسية بعد وقف إطلاق النار والسماح لطرفي النزاع في ناغورنو كاراباخ بتبادل الأسرى وجثث قتلى الحرب. وكان تجدد الاشتباكات في الصراع القائم منذ عشرات السنين قد أثار مخاوف من نشوب حرب أوسع تشارك فيها تركيا حليفة أذربيجان وروسيا التي تربطها بأرمينيا باتفاقية دفاعية. كما أججت الاشتباكات المخاوف على أمن خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى أوروبا. هاجم حوالي 40 شخصا الليلة الماضية مركزا للشرطة يقع في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات من دون سقوط جرحى، وتسبب الهجوم في وقوع أضرار في المدخل الزجاجي للمركز إضافة لتضرر عدة سيارات تابعة للشرطة، كما تم العثور على 8 مقذوفات على مقربة من المركز. في اعتداء هو الثالث من نوعه في غضون عامين، حاول نحو 40 شخصا مسلحين بقضبان معدنية اقتحام مركز شرطة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، واستخدموا الألعاب النارية كقذائف مورتر دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات. في تشامباني لا تستطيع القول بأن المهاجمين لم يكونوا مسلحين، لقد جاءوا بألواح معدنية وقذائف مورتر. هذه الأدوات لا تعتبر أسلحة، استخدمت كأسلحة، إنها ليست بنادق لكنه تم استخدامها كأسلحة. والتساؤل اليوم أصبح واضحا في منطقة إل دوفرانس، نحتاج المزيد من عناصر الشرطة ولقد أبلغت وزير الداخلية بذلك وخدمات الشرطة الوطنية. ولم يتم اعتقال أحد، لكن الشرطة نشرت مقطع يظهر فيه إطلاق وابل من الألعاب النارية باتجاه مركز الشرطة في ضاحية شامبيني سور مارن التي تبعد حوالي 15 كيلومترا جنوب شرقي وسط باريس. وحاول المسلحون دخول مركز الشرطة لكن دون جدوى، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم، وهو الثالث الذي يستهدف مركز الشرطة هذا في غضون عامين. ويقع مركز الشرطة في منطقة سكنية ينتشر فيها تهريب المخدرات، وتعتبر السلطات إعادة النظام فيها من أهم الأولويات. وقعت سلسلة من الوقائع التي استهدفت السلام العام في أنحاء مختلفة بفرنسا منذ انتهاء العزل العام لاحتواء مرض كوفيد-19 في منتصف مايو، ما وضع الحكومة في حالة تأهب قصوى خشية ارتفاع مستوى الجريمة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. في نشرتنا أيضا بعد أخبار الاقتصاد، اعتقال عشرات المتظاهرين في بيلاروسيا في الأسبوع التاسع من الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية. نتحول لمتابعة أخبار الاقتصاد مع زميلي محمد سليمان. إليك محمد. شكرا لك دينا، أهلا بكم. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة وأبرز ما فيها. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لدعم صناعة الدواء ويؤكد أن مصر لديها فرصة كبيرة في هذا القطاع. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الدواء في مصر استراتيجية مهمة جدا، وخلال ترأسه لاجتماع دعم صناعة الدواء أكد مدبولي أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر. كما أكد رئيس الوزراء أن ملف الدواء أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية. وكلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق بين الوزراء المعنيين وهيئة الدواء والمصنعين على البدء في خطوات تنفيذية لزيادة الصادرات المصرية من الأدوية، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم أي مساندة في هذا الملف.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أن مصر وصلت لإنتاج 75% من احتياجاتها من السكر. وأشار المصلحي خلال حضوره توقيع بروتوكول مع اتحاد الشركات لتطوير صناعة السكر مع شركة السكر والصناعات التكميلية، أشار إلى أن تطوير تلك المصانع سيساهم في الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر في القريب العاجل. ربنا إن احنا نصل لمدى كفاية حوالي 75% وبانتهاء المبادرات الجديدة والمصانع الجديدة اللي بتتعمل قد نصل قريبا إلى الاكتفاء الذاتي في صناعة السكر. عملية الاكتفاء الذاتي قد تفهم في مفهوم قديم على إن في نوع من الانغلاق التجاري ما بين جمهورية مصر العربية والعالم، بل بالعكس كلما نوصل لاكتفاء ذاتي معناه إن لازم الكفاءة الكلية لهذه الصناعة ترتفع وقدرتها على المنافسة العالمية تزيد لسبب الأسواق مفتوحة. أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد أن المشاركة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي يعكس اهتمام البورصة المتزايد بقضية الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال. جاء ذلك خلال احتفال البورصة المصرية بأسبوع المستثمر العالمي بناء على الدعوة التي تلقتها البورصة المصرية من الاتحاد الدولي لبورصات الأوراق المالية. تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للمستثمر، تشارك البورصة المصرية في فعاليات الأسبوع العالمي للمستثمر بهدف نشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة في لفتة تؤكد أن الثقافة المالية جزء أساسي من عمل البورصات لتمكين مختلف المستثمرين من المشاركة في النمو الاقتصادي. بيبقى الهدف الرئيسي، ويمكن النهاردة كان الهدف الرئيسي أيضا، هو الإعلان عن الفكرة المبدئية اللي احنا بنصيغ أساسيات الاتفاق فيها ما بيننا وما بين وزارة الثقافة لإعداد محتوى قصصي يبتدي ان هو يترجم لقصص نقدر مختلف الناس ان هم يبتدوا يقروها ويتعلموا أساسيات الاستثمار بصورة بسيطة بالنسبة للأطفال في السوق، وأيضا الإعلان عن الجهود التي بتبذلها البورصات في مستوى الثقافة المالية والثقافة الاستثمارية. إدارة البورصة خلال الاحتفال كشفت عن مساعي مختلفة لعقد شراكات مع عدة جهات معنية بالتعليم والثقافة لتطوير وإنتاج محتوى تعليمي يسهم في نشر الثقافة المالية لكل الفئات. النهاردة أن البورصة بتاخد على عاتقها أنها تبدأ تحل الموضوع بشكل الروت كوز بتاعه بالضبط، أنه هو بيبدأ النهاردة يجهز النشر، يبدأ النشر يبقى عنده عملية توعية من هو صغير، بيبدأ يشوف الثقافة اللي هو يحتاج يخاطبه بيها بالطريقة المناسبة في السن ده. يشار إلى أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية قد أطلقت أسبوع المستثمر العالمي عام 2017 بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال. مشاركة بورصة مصر في الاحتفال باليوم العالمي للمستثمر تعكس اهتمام أسواق المال المصرية بزيادة التوعية المالية والاستثمارية لدى الأفراد عبر مجموعة من المبادرات والبرامج التي ستساهم في دفع العجلة الاستثمارية على المدى البعيد. أسمع حسن النيل. وأخيرا، صعدت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب قابلتها مبيعات المستثمرين المصريين، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة مستوى 6632 مليار جنيه وسط تداولات تخطت حاجز الملياري جنيه. وغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على ارتفاع بنسبة 29% لغلق عند مستوى 11360 نقطة. تأتي أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة دينا إبراهيم لاستكمال بانوراما، تفضلي دينا. أشكرك محمد.
اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في بيلاروسيا اليوم نحو 50 متظاهرا في مينسك، حيث احتشد الآلاف في مسيرة ضد الرئيس ألكسندر لوكاتشينكو. وتشهد بيلاروسيا احتجاجات حاشدة واضطرابات للأسبوع التاسع رفضا للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الماضي، وتقول المعارضة إنه تم تزويرها لصالح الرئيس لوكاتشينكو والذي ينفي ذلك. أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان وسط توقعات بأن يحتفظ الرئيس الحالي إمام علي رحمن بمنصبه. ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية الاثنين والنتائج النهائية في غضون 10 أيام بعد التصويت. وعودة للشأن المحلي، حيث تستمر وزارة الثقافة في تقديم عروضها الفنية والثقافية لإمتاع المشاهدين على جميع المسارح المنتشرة في أنحاء الجمهورية ومنها مسرح الهناجر. وينضم إلينا من مقر دار الأوبرا حيث مسرح الهناجر مراسل نيل منذر أبو دوح. منذر، صف لنا الأجواء الاحتفالية لديك. تحياتي إليك بداية زميلاتي العزيزة ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل وزارة الثقافة تقدم العديد من الأمسيات الصيفية على مدار الأيام الماضية من خلال عروض فنية ثرية بمختلف الفنون، سواء من خلال دار الأوبرا أو كذلك الهناجر، والذي كما تشاهدون خلفي الآن فرقة رضا تقدم استعراضاتها لليوم الرابع على مسرح ساحة الهناجر. هناك العديد من الفروض الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة سواء في دار الأوبرا أو مسرح الهناجر أو مختلف مراكز الثقافة المنتشرة على مستوى الجمهورية. هناك العديد من التفاصيل الخاصة ببرامج وزارة الثقافة. بجانب الآن الأستاذ عصام الشويخ مدير عام مسرح الساحة بالهناجر، مرحب بك يا فندم على شاشة نيل الأخبار. أهلا وسهلا، نيل الأخبار والتلفزيون المصري لجمهورية مصر العربية، تملي منورين وتملي مشرفنا وتملي بتنوروا وقتنا ومسارحنا في وزارة الثقافة المصرية. ما هي عروضكم بالنسبة لفترة الصيف وتقديمها للمواطن المصري من خلال عروض فنية مختلفة؟ والله يا فندم، بعد التعاون الوثيق من الأستاذة الدكتورة إناس عبد الدايم ومعالي دكتور وزير الإعلام، كان في بداية في الأونلاين الثقافة بين إيديك على القناة الثانية للتلفزيون المصري. نعم. بداية نزول الناس للشوارع في 3 مسارح أقرت معالي الوزيرة خطة وزارة الثقافة عليهم، مسرح ساحة الهناجر اللي موجود ورانا دلوقتي، ومسرح النافورة، والمسرح المكشوف بدار الأوبرا. هذه المسارح خصصت لكل خطة الوزارة، خاصة معانا هنا قطاع الإنتاج الثقافي بقيادة الفنان القدير خالد جلال. عندنا جدول مميز بدأناه من 12/7 زي ما حضرتك شايف، البوابات الإلكترونية، أيضا الإجراءات الاحترازية في التباعد الاجتماعي ما بين الكراسي على مستوى 1.20 متر ما بين كل كرسي في جميع الاتجاهات. جمهورنا من 12/7 القطاع بيحتوي على 9 قطاعات للفن: البيت الفني للمسرح، البيت الفني للفنون الشعبية، المركز القومي للمسرح، والمركز القومي للسينما، ومركز الهناجر للفنون، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومكتبة الحضارة. كل هذه القطاعات قدمت عروضها من 12/7 إلى يومنا هذا، وإن شاء الله مستمرين لحد 4 نوفمبر إن شاء الله. خالد جلال بسينما مصر أيضا، صندوق الإبداع ومركز الإبداع الفني، كان منورنا على هذا المسرح لمدة 4 ليالي. سينما مصر عرض من العروض المميزة جدا اللي حكي التاريخ السينما المصرية بكل ما فيها من تراثها الجميل الذي يعني يشد من عضد الشعب المصري، ثقافتنا وسينماتنا ومسارحنا وموسيقانا. زي ما حضرتك ذكرت من شوية فرقة رضا 1930، يعني 90 سنة فرقة رضا الفنون الشعبية تقدم هذه المقطوعات والمعزوفات الموسيقية والاستعراضات، وأيضا الفلكلور الشعبي في التراث وفي الزي المصري، من الفلاح الإسكندرية، من مرسى مطروح للوادي الجديد، لأيضا وأهل النوبة، أهل مصر العزاز علينا. فننا ثقافتنا هو حضارتنا. الحمد لله هذا البرنامج ناجح بشكل كبير جدا.
انا بشكر معالي الوزيرة طبعا، لان يعني خوف الناس ان هم ينزلوا بعد هذه يعني موجة الكورونا كانت مخلينا احنا على المستوى العام بنفكر ازاي نجذب الناس الى هذا المكان، حتى يعني تم تسمية هذا الجدول في المسرح عودة الروح. عودة الروح هو مؤلف مسرحي لكاتبنا الكبير توفيق الحكيم، وكان اختيار استاذ خالد جلال والدكتور ايناس عبد الدايم لعودة الروح في هذا البرنامج، ان الناس توصل في امان وفي الهواء الطلق وفي سلامة شديدة جدا من خلال التطهير من البوابات الالكترونية وتعقيمها، وايضا الاجراءات الاحترازية في الجلوس والتباعد الاجتماعي، وايضا الحفاظ على المسافات بيننا وبين الناس. والحمد لله يعني البرنامج لقى نجاح كبير جدا، وكمان مسرح النافورة في الاوبرا عمل عروض موسيقية هائلة جدا، كبار النجوم كانوا معانا، كان اخرهم الاستاذ عمر خيرت موسيقارنا الكبير، واحنا ما زلنا باستمرار في هذا المكان قدمنا فرقة رضا الفرقة القومية للفنون الاستعراضية، سيستمر الى نصف نوفمبر علشان بقى لو دخل علينا الشتاء هذا البرنامج شغال. في عروض مسرحية ايضا من البيت الفني للمسرح، في عرض صحينا ياسينا ان شاء الله ده بمناسبة اكتوبر المجيد وبمناسبة شهدائنا للجيش والشرطة، عرض صحينا ياسينا تأليف خميس عز العرب، وانا تشرفت باخراجه وهنعرضه ان شاء الله من يوم 7 نوفمبر على هذا المسرح باذن الله لمدة 4 ايام. عندنا عروض مسرحية، عندنا الليلة الكبيرة عمنا صلاح جاهين والملحن العبقري المصري ابن المقهى والشارع المصري سيد مكاوي، عمنا صلاح السقا رحمة الله عليه، هذا الثلاثي الذي أقام الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة عرض مثلا من سنة 1960 إلى يومنا هذا 80 سنة، الليلة الكبيرة ما زالت في وجدان كل مصري بكل شخصياتها، الرئيس حنتيرة وبائع الحلويات ولاعب البومب وأيضا ويامو المطاهر ودقة الهون، كل ده فننا وكل ده تراثنا. ايضا النحت العرايس للدكتور ناجي شاكر والديكور للمهندس مصطفى كامل علشان تملي الناس بتغفل اسمائهم. ويقال ان كان فخامه الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله عليه اثناء زياره الروس لمصر اثناء بناء السد العالي جابوا معاهم فرق مسرح عرايس، فشاف هذا الفن يعني اتاح لوزاره الثقافه الدكتور ثروت عكاشه ان تقام فرقه لمسرح العرايس، فكانت بذره هذه الفرقه الليله الكبيره لانها كانت اوبريت اذاعي. الليلة الكبيرة كانت أوبريت إذاعي مغنى في الإذاعة. العديد من العروض مستمرة على المسرح إلى منتصف نوفمبر. إن شاء الله المنتصف نوفمبر في جميع مسارح مصر المكشوفة، وأيضا مسارحنا ابتدت تشتغل. تحيا مصر وثقافة مصر، شكرا للتلفزيون المصري، ودايما يا رب مصر بخير وربنا يبعد عنا الشر في أي جائحة. وشكرا للدولة المصرية اللي وقفت في هذه الجائحة، سواء كان على المستوى الإداري العليا السيد فخامة الرئيس بمساعداته من صندوق تحيا مصر للغلابة لكل ما قدم من مصر. بشكر يا فندم كل الدولة المصرية لعبور هذه الأزمة، والحمد لله تحيا مصر. شكرا لك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. كما تابعنا أعزائي المشاهدين بالفعل وجبات ساخنة من قبل وزارات الثقافة للمواطنين في استعراضات متعددة في مختلف الفنون تقدمها سواء في دار الأوبرا أو في مسرح الصحاب الهناجر لاستقبال المواطنين بعد جائحة كورونا. إليكم. أشكرك منذر أبو دوحة على هذه المتابعة من دار الأوبرا المصرية. في نشرتنا من متابعات بعد أخبار الرياضة، المدارس في مخيمات النزوح بشمال سوريا تكافح من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا. عاد الأطفال إلى المدارس في مخيم التحا شمال غرب سوريا وسط ظروف قاسية ليكونوا مجبرين أيضا على مواجهة فيروس كورونا. في ظل بنية تحتية منهارة يقف قاطنو مخيمات الشمال السوري في ريف إدلب عاجزين عن معالجة مرضاهم مع نقص الرعاية الصحية بسبب غياب المراكز الطبية واستمرار انتشار الأمراض خاصة بين الأطفال. فهؤلاء الأطفال عادوا إلى المدرسة في مخيم التح شمال غرب سوريا وسط ظروف قاسية ليكونوا مجبرين أيضا على مواجهة وباء كورونا. فقد تم تسجيل 1225 حالة في المنطقة مؤخرا بزيادة 10 أضعاف في شهر واحد فقط، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود وهي منظمة طبية غير حكومية. التدريس عن بعد لا يمكن انه نستطيع انه بكون انه اكثر الاسر ما تملك هواتف. بعدين نحن هون استمرينا بالتعليم ضمن هذه المنشاه ضمن على مقاعد الدراسيه، ولكن كل العمل اللي نستطيع نحن نعمله لهؤلاء الاطفال هو التباعد بين كل طفل وطفل، ونحن مستمرين بعملنا التربوي. تعرضت البنية التحتية التعليمية والطبية في المنطقة بما في ذلك المدارس والمستشفيات لأضرار بالغة جراء القصف،
ويصعب في هذه المخيمات المكتظة ممارسة التباعد الاجتماعي، حيث تقوم العملية الدراسية في خيام بدون طاولات وكراسي، وكانت هذه مشكلة حتى قبل أن ينتشر الوباء. القصف والضرب ضاعت طلابنا بالدراسة والعلم، وضاعت والتهجير إجا زادنا ضياعة، عرفت كيف؟ وإجا لهون الخدمة بالنسبة للمدرسة سيئة خالص، لا في رواحل، لا في قرطاسي، لا في كتب، لا في صفوف، يعني مدارس كخيم للمدرسة ما في. يعتقد عمال الإغاثة أن إيقاف التدريس كليا يمكن أن يلحق المزيد من الضرر، لأن المدارس الخاصة بالأطفال النازحين غالبا ما تكون المكان الوحيد الذي يمكنهم من خلاله التواصل الاجتماعي. وختاما لهذه النشرة تذكير بأهم الأنباء. أي دولة في العالم بتقدم منها تحديات، التحديات دي طالما أن شعبها واعي ليها ومستعد أنه يتكاتف مع قيادته أنه يواجهها ويتجاوزها ممكن يتجاوزها. خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يؤكد أن تكاتف المصريين هو الضمانة الرئيسية لمواجهة التحديات. عشية استئناف حملاته الانتخابية، ترامب يؤكد اكتسابه مناعة ضد كوفيد-19. تبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن استمرار اختراق وقف إطلاق النار. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.